بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من نشرة أخبار الهجن والتي تأتيكم باللغة العربية ومن إنتاج المركز الإعلامي لنادي دبي لسباق الهجن. أهلا بكم معنا من خلال هذه الحلقة ولنبدأها بأهم العناوين. حمدان بن محمد وحمدان بن راشد يشهدان ختام تمهيد المرموم 2016. السايحة والظبي تتسيدان فقرة أبطال المرموم لهذا الأسبوع. وتتابعون فقرة أفضل توقيت لهجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل. و248 شوطاً وأكثر عن 6702 مطية في تمهيد المرموم.